من دعا عليهم اسمك عجبا هل دعوتني أنا ليكون ملكا لك وبذلك العظيم يخرجون الشياطين
أجلسه في عرشه في يمين العزة. جميل مطر نسمعه صوت. سلام المسيح. قراءتنا اليوم من إنجيل متى أصحاح 21. ولما اقتربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى الكرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما واتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فكلا، الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلسا عليهما، والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، والآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين اتبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا في العالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. آمين. وهلأ بدنا نسمع ترانيم من المرنم بطرس وهبي، تفضل. قصة الحب العجيبة قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لحبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لحبيبي بالدم الغالي الثمين. كان بالأمس يجول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة، يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذا حب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين، قد رواها لي يسوع بالدم الغالي الثمين. بينما الحب يجول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة، يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذا حب الآثمين، ذا لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي.
أهينا بالصليب، منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين. إنه حب سيبقى أبد الدهر يكون، ليس حب مثل هذا صادقا دوما حنون. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصمت الرهيب، وهو مسحوق الفؤاد، وهو مجروح الجبين، قد رواها لي يسوع من غالي الثمين. أمين يا رب. أخذا صورة عبد صائرا في شبهنا، هكذا المسيح عمل، أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، إجا كرمالي وكرمالك، له كل المجد. غسلا عنا الخطايا
منيحا مجد الذرى ذا رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له نراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع كيف مذلولا مهانا بيننا الرب بدا في عيون العابرين مستحقا للردى وهو مجروح لإثمي قابلا عار الفداء شافعا في من أحب بخلاص للمدى ذا رجل الأوجاع مختبر الأحزان مجدا له أراه مكللا بالمجد فوق ذرى الأكوان يسوع يسوع له كل المجد يسوع
نسمع العظة من راعي الكنيسة القسيس جابي عبيدة. المسيح قام. لا هاتوا بعضه بالقبر. المسيح قام. حقا قام. حقا حقا قام. وهيدي دعست على راس الشيطان وعلى كل واحد بقول المسيح مقام. لكن خلينا نعيد نحن وياكم نحن وقوف. لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا. أهتفوا نقول ثلاث مرات. أهتفوا أهتفوا أهتفوا. المسيح المسيح قام. أمين. لو كان صليبك أنهى قصة حبك لما كنت الآن حيا. أهتف 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 المسيح قام. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام. بعد مرة كنا سوا. لو كان صليبك أنهى قصة. كنا سوا ثلاث مرات. أهتف لما كنت الآن أهتف أهتف أهتف. المسيح قام. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة. القبر لم القبر لم يستطع أن يمسك مسيحنا لينهز الموت الأحدي. زلزال الأرض وقام. المسيح قام بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة قام. آمين. تفضلوا. المسيح قام. المسيح قام. حقا قام. حقا حقا قام. على هالأساس نحن عم نعبد الرب لأنه إلهنا قام من بين الأموات. تفضلوا الفرقة. دعونا بنعمة الرب نقرأ من إنجيل يوحنا إصحاح 3 وعدد 16 وآية 1. هاي الآية أنا بحبها كثير. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. رنمنا عن العبادة وعن الآلام وعن الموت وعن القيامة. بدي أتكلم عن أربع مقاطع. أما إذا بدكم أربع نقاط كل نقطة بتتكلم عن شيء معين. أولا إشعياء النبي بيقول بإصحاح 53 يتكلم عن هذه الأرض ويقول أرض يابسة أرض جفاف أرض يابسة بسبب الخطية بسبب الشر بسبب الحروب بسبب الزنا بسبب الخصومات بسبب القتل. أرض يابسة جفاف وما فيها حدا صالح. ومع أنه إشعياء النبي كان في تلك الأيام يوجد قديسين ويوجد أنبياء لكن يقول أرض يابسة أرض مليانة خطية. مع أنه هو نبي أرض مليانة خطية لكن بيقول بهذه الأرض قد نبتت نبتة. إف أرض يابسة صدقوني الشوك ما بيطلع فيها. أرض جفاف شوك ما بيطلع فيها لكن طلعت نبتة. وهذه النبتة ترمز
عن شخص الرب يسوع المسيح، لأنه هو الحياة منه وفيه، لأنه هكذا أحب الله العالم. لا الله من سماء العالم كله مليان خطاه، وبيقول الكتاب أجرة الخطية موت، النفس التي تخطئ موتا تموت. طب ما في أنبياء خطاط، في قديسين خطاط، كل واحد لابس هالجبل البشرية خاطي. من يكون دون استثناء؟ يقول كلمة الرب الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. أنبياء أخطأوا، موسى أخطأ، إيليا أخطأ، إبراهيم، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نزل الرب يسوع المسيح إلى هذه الأرض لكي يخلص الإنسان، لكي يحصل الإنسان على الحياة الأبدية. هذه الحياة هون حياة وقتية، أخ وإيخ وجوعان وتعبين وراسي عم يجعني وبطني وشو بدي أعمل وولاد وبدي أحطه بالمدارس وكيف بدنا نعيش، وخاصة نحن بلبنان شحار وتعتير. لكن جاء لكي يعطي الحياة الأبدية. شو أجرة الخطية؟ موت. أنا جاي موت عن البشرية. مع أنه الرب يسوع المسيح صنع قوات عظيمة، شفى المئات بل الألوف بل الملايين من الناس، وما زال إلى هذه الأيام يشفي يشفي يشفي. لكن كان هدفه الصليب، كان هدفه الصليب، كان نظره على الصليب. ودخل إلى أورشليم، ملك الملوك ورب الأرباب دخل إلى أورشليم. تعرفوا شو راكب؟ جالس على جحش. إيه هون بتخزنيش، يعني رئيس بلدية، أما شي مختار، أما بتلاقي معه يمكن مواكبة. رب المجد، لأنه متواضع، بيعلمنا نكون متواضعين. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. رب المجد فادى على أورشليم، جالس على جحش، والعالم فرحاني هللويا، دخل رب المجد. صار يفرش ثيابه وغصون الزيتون والنخل، واو فايت رب المجد. شو بيقول الكتاب؟ فاهتزت المدينة. المن هذا؟ فاهتزت المدينة. من هذا؟ رب المجد، ملك الملوك ورب الأرباب وسيد الأسياد، الرب يسوع المسيح. هذا هو رب المجد. الأرض تزعزعت، من هذا؟ ومين قال من هذا؟ أو الخصوم، رؤساء الكهنة في ذلك الوقت والفريسيين والكتبة، من هذا؟ فاهتزت المدينة لأن دخل رب المجد. هل تسبح في هذا الصباح هذا رب المجد يدخل إلى قلبك ويهز كيانك ويشيل هذه الخطية من قلبك؟ أولاً الأرض يابسة، جاء رب المجد ودخل أورشليم فاهتزت المدينة، وعينه على الصليب، وعينه على الصليب. الأسلموه، بتعرفوا بيعوا تلميذه، أقرب شيء له، بيعوا قد إيه؟ يهوذا بثلاثين وحدة من الفضة. إيف ولو يا هوذا، انت بتتقت تلميذ، انت هيت خاين، انت كل الوقت مع الرب وشفت العجايب وشفت كيف شفي وشفت كيف اشبح الجموع،
بعته بثلاثين وحدة من الفضة هالقد المسيح الخيس. يمكن انت عم تبيعه بحبة ما بعرف شو، يمكن عم تبيعه بسيجارة، يمكن عم تبيعه ما بعرف انت بتعرفوا شو عم تبيع الرب يسوع المسيح. دخل الى اورشليم ووجهه نحو الصليب، ألقوا القبض على الرب يسوع المسيح. وين هدفه؟ هدفه يأمن لنا الخلاص، يأمن لنا الحياة الأبدية. علقوه على صليب، علقوه على صليب. تألم الرب يسوع المسيح أربع أنواع من الألام، من أجلك ومن أجلك ومن أجلي ومن أجل كل العالم. الله بين محبته لنا، وإذ نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. أربع أنواع من الألام تألمها المسيح على الصليب. أول ألام هو فقدان الجمال. يقول الكتاب يسوع المسيح أبرع جمالا من بني البشر. ما في أجمل منه، لا بالسماء ولا بالأرض ولا تحت الأرض ولا فوق السماوات، أجمل من الرب يسوع المسيح على الصليب. فقد جماله، ألا منظر يقول إشعياء فنشتهي. شو هالمنظر هي؟ واحد على الصليب والدم عم يشرشر منه، فقد الجمال. خليني أقول لك في هذا الصباح، خاصة الأخوات، إذا واحدة منكم تطلع لها حبة بوجه، صدقوني بتطلعوا برات البيت لتروح الحبة. صحيح يا أملا؟ صحيح يا أملا؟ لا، لأن تشوه وجهك، تشوه جمالك. أما إذا احترق وجهك شو بتعملي؟ بتعملي المستحيل لكي تعملي العمليات لترجعي هيدا الجمال. رب المجد إله الكون فقد جماله على الصليب. لا منظر، قال لا منظر فنشتهي. شو هالمنظر هي؟ واحد عم ينزل منه الدم ومنظره ووجهه في مطرح بقول كدودة، يعني كدودة لامس المناخير والوجه صار مثل بعض، قد ما تألم قد ما ضربوه من أجلك ومن أجلي ومن أجل كل واحد. أول نوع فقدان الجمال. ثاني نوع يقول عنه 53 إشعياء محتقر ومخزول من الناس. محتقر شو؟ لك 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 عم يضحكوا علي، صار يبزقوا علي، صار يهنوه. محتقر رب المجد محتقر، يضحكوا علي، محتقر ومخزول من الناس، يستهزئوا به. عم يستهزئوا فيه. شو اذا انت ملك الهود انزل عن الصليب. اشكر رب ما سمع الصوت، ما سمعش من اصواته، لو نزل كان لا في خلاص ولا في حياه ابديه للبشريه، مع انه بكي كلمه بيفني الكون. تعرفوا نحن بعض مرات بنكون بمجتمع حتى بقلب البيت بكل واحد عم يحكي سكوت 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 سكوت، ما تحكي انت، ما تحكي انت صغير، ما تحكي. اوعى تعملوها هاي، اوعى تعملوها. بتعرف شو هيدا؟ شيء الام نفسي. المسيح تألم هيدي الالام. لايك انت مثل تشبه، نحن بصير هيك نقول لاولادنا صح، ولك سكوت طبق تمك، بتلاقي الوالد اخر شيء صار بالزاوية بصير عنده عقدة نفسية. رب المجد على الصليب يبزقوا علي، يهنوه، يبهدلوه وهو ساكت. ثالث نوع من الألام الصمت، لم يفتح فاه. يقول كشاة تساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. تصوروا معي إذا واحد بيقول لك
بتقوم يمكن إذا معك سلاح بتقتله. هو على الصليب عم يهنوه ويحكوه ويشتموه، لم يفتح فاه. إن كنت أنت عبد الله فانزل على الصليب لكي نؤمن بك. ما نزل، تعرفوا ليه؟ لأن رب المجد لو نزل على الصليب كان في خلاص للبشرية. ما أجت الخطية موت، هو جاي يموت عنك وعنك وعني وعن كل العالم على الصليب، لم يفتح فاه. ومع أنه إذا الرب بيفتح كلمة فمه بينهي الكون، بينهي السماء والأرض، لم يفتح فاه. بتعرف ليه؟ كرمال يخلصك، كرمال يخلصك، كرمال يعطيك حياة أبدية، كرمال يأمن لك الخلاص، كرمال يأمن لك الخلاص، كرمال يأمن لك الخلاص والحياة الأبدية، لأنه بيحبك، بيحبك. رابع نوع من الألام، ألام الجسد، إكليل شوك على رأس الرب يسوع المسيح، في إيديه ورجليه المسامير، طعنوه في حربي، هانوه، هانوه من عدم جلدوه. تعرف شو قال على الصليب الرب؟ قال أنا عطشان. المفجر الينابيع قال أنا عطشان، صرخ رب المجد أنا عطشان، لكي لا تصرخ أنت وأنت وأنا هذه الصرخة في جهنم النار. الغني وقت الراح على جهنم نظر إلى السماء فرأى إبراهيم، قال له يا أبي إبراهيم ابعث لي عازر بالطرف أصبعه بنقطة ماء لأني معذب في هذا اللهيب. صرخ لكي لا تصرخ أنت هذه الصرخة في جهنم النار. تعرف ليه؟ لأنه بحبك. وأدمنه الإنسان قاسي، وأدمنه الإنسان قلبه حجر، محل الماء جابوله خل، حرقوله قلبه أكتر منه محروق. أربع أنواع من الآلام. على الصليب قال الرب يسوع المسيح كلمة، قد أكمل، تمم عملية السلام وأنكس رأسه. حملوه أخذوه على القبر. مات المسيح. يشحرنا لو مات وضل ميت، شو بدنا فيه؟ ما إله شغل، ما إله عازة، ودعان هالألام ودعان هالجروحات ودعان هالإهانات. لو مات وضل ميت شو بدنا فيه؟ حطوه بالقبر. اجى الشيطان، الشيطان عم يضرب حساب، تمام عملية الخلاص، لكن إذا ضل ميت المسيح ما في خلاص للبشرية، خلاص انتهى. مثله مثل الأنبياء والقديسين والعالم، مات وانتهى. هيدي قصة بتقول الشيطان اجى على القبر، قال له يا قبر، قال له من أنت؟ قال له أنا إبليس، أنا الشيطان. قال له أنت عدو الخير، أنت إله الشر، أنت إله النجاسي، أنت إله الزنا، أنت إله الكذب. قال له نعم. قال له شو بدك؟ قال له هل يسوع الناصري في القبر؟ قال له لا تخف يا شيطان، يسوع في قبضتي، ما تحت الهام، يكونوا بالقبر. قال له مع أنه حاطين صخر كبير وحاطين حرس، حتى هن يفكروا انه بركي اجوا التلاميذ اخذوه، وحتى يقولوا انه المسيح قام. الشيطان ما مش داخل القصه براسه. ثاني يوم اجا، يا قبر، قال له من؟ قال له انا الشيطان. قال له انت اله الشر والنجاسه والبغض، انت عدو البشر. قال له ايه؟ قال له يسوع المسيح بعده في القبر. قال له قلت لك لا تخف، يسوع في قبضتي، مقيده. مرتاح. جاء في اليوم الثالث، وهناك كانت الصدمة العجيبة، القبر فارغ، القبر فارغ، القبر فارغ. اجوا المريمات، اجوا المريمات على القبر، شافوا الملاك، طلع فيه الملاك هيك، شو عم تعملوا انتم؟ شو جايين تعملوا؟
قالوا لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام، بالحقيقة قام رب المجد. هذا رب المجد. لو مات ضل ميت شو بدنا فيه؟ قبور. منذ آدم إلى هذه الساعة الأغنياء، عظماء، أباطرة، جيوش، رؤساء، أنبياء، قديسين، كل العالم في قبور إلى هذه الأيام، موجودين في القبور إلى هذه الساعة، وبتمرق من حد القبر بتشم روائحهم الكريهة، لكن عندما تنظر إلى قبر الرب يسوع المسيح ترى قبرا فارغا. المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام، بالحقيقة قام رب المجد. قام لكي يؤمن لك الحياة الأبدية. على هذا الأساس اليوم لماذا نسبح؟ لماذا نرنم؟ لماذا نهتف؟ نهتف لإلهنا الحي المقام من بين الأموات. رسول بولس بيقول أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ قام رب المجد. يا قبر لست بشيء، يا قبر لست بشيء، منك لنخشى وعيدا، إنما يسوعنا حي فعلينا لن تسودا. هذا إلهنا. قام منتصرا على العالم، قام منتصرا على الشيطان، قام منتصرا على الخطية، وقام لكي يقيمك ويعطيك الحياة الأبدية، يعطيك الخلاص. قال في بيت أبي منازل كثيرة. في منازل كثيرة. شو الطريقة؟ قال ذاهب لأعد لكم مكانا. طب شو العمل؟ كيف بدي أحصل على الخلاص؟ كيف بدي أحصل على الحياة الأبدية؟ بشغلة واحدة، كل من يؤمن بي له حياة أبدية. إن شاء الله تكون مسلم، وإن شاء الله تكون أكبر مسيحي، وإن شاء الله تكون أكبر بوذي، وإن شاء الله تكون كردي، وإن شاء الله تكون تركي، واللي بدك إياه. نصرة إيمان. كل من يؤمن، شو؟ مش بإبراهيم وموسى وبطرس وما بعرف مين. كل من يؤمن بي له حياة على وصالكم أبدية. هالحياة ده بتعيشها هون قد ايه؟ 30 40 50 60 70 80 90 100 قد ايه؟ انا رح اعطيك 120. حلو، الرب يعطيك يطول بعمرك. وبعدين بدك تموت. ودع للناس ان يموتوا مرة، وبعد شو ذلك الدينونة؟ بيقول لك الرب قوم. ما انا ميت. بيقول لك قوم. طب شو بدي اعمل؟ انا ميت. قوم تفعل حسين. كل كلمة بطالة ينطق بها الناس يعطون عنها حساب يوم الدين. طب شو بدك؟ ما انت مستحق جهنم. اجى المسيح تألم لحتى انت ما تتألم بجهنم. مات لكي انت لا تموت موت روحي. شو بدك؟ يا رب يسوع ارحمني، انا انسان خاطئ، عمول معروف فوت على قلبي، حررني من كل خطيه. انا بشكرك لانك انت تركت العرش السماء ولجيت على هيدي الارض المليان يابس وجفاف وخطيه وشر. بشكرك يا رب لانك تألمت من اجلي على الصليب، وبشكرك لانك قمت من بين الاموات. لو المسيح ما قام شو بدنا فيه؟ ميت عميت والتاني عم يعيط. حدا بيروح عند ميت يا جماعه؟ حدا بيعبد ميت؟ حدا بيعبد ميت؟ مار ما بعرف شو، مار ما بعرف شو. حدا العباد للرب، للرب إلهك تجد، وإياه وحده
وحده وحده تعبد، ممنوع تعبد غير الرب يسوع المسيح فقط، ممنوع. في هذا الصباح يوم الانتصار، يوم الفرح، يوم الغلبة، يوم النصرة، عندما قام رب المجد بين الأموات، هل بتسلم قلبك في هذا الصباح؟ نحن رؤوسنا بالصلاة بترجيك، وبدي كل الأعين مغمضة، كل الرؤوس منحنية، كل رأس منحني وكل عين مغمضة. ما تطلع بالحواليك، شو بدك بالحواليك، شو ما تكون تكون، مثلي مسيحي كردي تركي، مسيح مات من أجلك. كل من، ما قالش بس اليهود، ما قالش بس المسيحية، كل من يؤمن بي له حياة أبدية. رح أعطي فرصة دقيقة في هيدا الصباح، لهذه فرصة دقيقة، فكر، رب المجد جاء إلى هذه الأرض، اتألم من أجلك، أربع أنواع من الألام، فقدان الجمال، هنوه، بهدلوه، ما حكي، حطوا إكليل الشوك، وضعوا المسامير في يديه ورجليه، وطعنوه بالحرب من أجلك ومن أجلي. في هذا الصباح أي شخص بيحب صلي من أجله وبيحب ياخد الرب هالإله الحي المقام بين الأموات مخلص شخصي لحياته، يعطيني إشارة رفع إيده حتى صلي من أجله. أمين 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 أمين. ما تستحي خي، ما تستحي، استحي في هذا الصباح بالخطيئة اللي بتعملها، ما تستحي بيسوع. يسوع يرفع الرأس، أما الخطيئة تنكس الرأس. قبل ما أختم، أي شخص مين بيحب يسلم حياته للرب، هيدي فرصة متعود. أمين أمين أمين. أنت رفعته، أمين. شو ما بدكم ترفعوا، بدكم تضلكم بخطاياكم، أرض يبسي. ما تقول لي أنت منيح، أرض يبسي، أنت خاطئ، أرض يبسي، ليس من يعمل صلاحا ليس الواحد، أرض يبسي. قبل ما أختم، عمالة اليمين، حدا بيحب يسلم حياته للرب حتى صلي من أجله، بدكم بالخطية مبسوطين فيها، ما بدكم لتألم وميت من أجلك، أمين، تألم وميت من أجلك، ما بدك. بدلكم شغلة، يعيب الشوم علينا، لأنه هكذا أحب الله العالم، حبك. صدقني، يمكن بيك ما بيحبك، يمكن أختك ما بتحبك، يمكن زوجتك ما بتحبك، الله حبك، الله حبك، إله الكون حبك. أنا بدي له لله، شو حببك فيي؟ إنسان وسخ ومجبي وخاطي شو حببك فيي؟ لأنه الله محبة، بيحبك، بيحبك. ما بدك تحبيه، ما بدك تسلمي قلبك له. قبل ما أختم، مين بيحب يرفع إيده يصلي من أجله؟ ما تستحي، ارفع إيدك، قل له لك يا رب أنا بشكرك أنك حبيتني وأنا بدي سلمك قلبي. أمين 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 أمين. خلونا بنعمة الرب صلي بقلوبنا، قل له يا رب ادخل على قلبي، أنا بشكرك لأنك حبيتني، بشكرك من أجل آلامك، بشكرك من أجل موتك، بشكرك من أجل قيامتك. هذا اليوم يوم مميز يا رب، حررني من كل خطيئة اللي بقلبي، أريد أن أعيش لك ولغيرك لن أكون. إذا صليت هذه الصلاة اتأكد أن الرب سمع صلاتك، والرب يبارككم. وهلأ خلينا نسمع ترانيم بنعمة الرب. يلي مت بدلي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي ته ولقيته وفتحت لعنيا. يلي مت بدلي وشايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا، عمري ضاع واشتريته قلبي ده ولقيته وفتح لي لعنيا. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك، يا حمل مذبوح عني. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي
تاريخ القوة والجمال البشر أبرع كمان لعبتك بتغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانة بيحررني ليك القوة والجلال البشر أجمل كمان ترانيم مع الأخ نختم بترانيم مع الأخ المرنم بطرس وهبي. أمين يا رب، شكرا لأنك حبيتنا يا رب وبذلت نفسك من أجلنا، نحن الخطاة لما نستاهل. أتحبني 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 أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء وإن أنكرتني سأظل واقفا هناك منتظر الرجوع إني رأيت الدموع ولا تنسى أني محبك ومخلصك يسوع أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء وإن أنكرتني سأظل واقفا هناك منتظر الرجوع إني رأيت الدموع ولا تنسى أني محبك ومخلصك يسوع تحبني أتحبني تحبني أتحبني 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 لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام من نظرون استنار وبدلت رمادا بجمال فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لأطفئ أنا الألف والياء لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام من نظرون استنار وبدلت رمادا بجمال فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لا أطفئ أنا الألف والياء أحبك
أحبك يا يسوع، أحبك 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 من كل قلبي، من كل قدرتي، فحبك سرني وأذاب قساوتي. خذني عند الصليب حيث الدم السكين، فلا أقدر إلا أن أجزو سجودا يا حبيب. خذني عند الصليب حيث الدم السكين، فلا أقدر إلا أن أسجد لك يا حبيب. أحبك 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 يا يسوع، أحبك 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 أحبك.